اهلا بكم مره تانيه، وده موعد فقره من الاخر. من الاخر، احمد شوقي امير الشعراء قال: اذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا. سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال: اذا كان لابد من العصبيه فليكن تعصبكم لمكارم الاخلاق ومحامد الافعال. أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاسق ولا بالبذيء. بعد ما العالم الواقعي بقى خارج عن السيطرة، ومن الطبيعي جدا أنك تسمع وتشوف طول النهار كل ما تشتهي الأنفس الخربانة من شتيمة وخناقات ورمي زبالة وسلوكيات على أسوأ ما يكون في الشارع، ناس كتير بقى هربت على العالم الافتراضي في مواقع السوشيال ميديا. لكن هل الوضع الأخلاقي هناك أفضل؟ ما أعتقدش. ادخل بقى كده على اي بوست فيه وجهة نظر سياسية، اقرا التعليقات وشوف كم القاذورات المكتوبة لمجرد الخلاف في الرأي. شوف كمان التنويع والتجويد في الشتايم والالفاظ. قالك عندك شوية اخلاق وحشة. زي ايه؟ قلة ادب، قلة حياة، دناوة، خنفسة. خنفسة؟ جاية من خنفس يعني. نفاق، انانية. لا والله يا ابني، كلها خلصت. بعتها كلها؟ ايوه. الهجوم عليها كان صعب قوي. طب والاخلاق دي؟ الصبر والكرم والشجاعه والمروءه، محدش بيشتريها؟ ابدا، بايره كلها وحيان. فينك يا عم فؤاد تشوف الاخلاق اللي على اصولها؟ طب بلاها سياسه، تعالوا كده نقرا في الدين ونشوف، مثلا نخش على يوتيوب ولا اي موقع في فيديو لواحد من علمائنا الاجلاء من اصحاب الاراء المستنيره. شوف بقى تعليق واحد تحت بيدعي دفاعه عن الدين وهو كاتب كمية شتايم يستاهل عليهم السجن المؤبد. الراجل ناسي تماما ان السماحة في كلامه اهم بكتير جدا من اثبات صحة موقفه بالالفاظ دي. طيب طالما الدين والسياسة هيزعلونا من بعض، تعالوا نروح للفن، تعالوا نهدي اعصابنا شوية. شوف بقى تصريح الفنانة فلانة ولا جلسة تصوير الفنان فلان، واقرا التعليقات اللي تحت اللي بتتهمهم بأقذر الاتهامات، وكأن شرف الفنانين ده أو المشاهير مباح للجمهور ولازم يديك كلمة ديوث، يعني يقول لك ده راجل ديوث يرميه على أي حد مهما كانت ثقافته. يعني مثلا براد بيت لما كان يتصور مع أنجلينا جولي قبل الخناقة الشهيرة كان لازم لو هي حتى لابسة قصير، ده براد بيت ده ديوث. طب يا ابني ده ثقافته هو كده، يعني أنت مالك؟ وكل ده كوم بقى والسؤال اللي مجنن الملايين في مصر. هو البوس اللي في الأفلام حقيقي؟ انا ما بعملش بوس الا لو كان في سياق الدراما. صح، يعني حضرتك تقصدي ان حضرتك بتتباسي بوس هادف. بالظبط كده، بوس مبرر في قضيه الفيلم. بالنسبه لقضيه البوس المبرر، حضرتك فيلمك الاخير رغم نجاحه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، كان الله فظيع فظيع. الحمد لله يا فندم. كان في الفيلم دوت مشهد في الاخر في الاوتوبيس، ورغم ذلك حضرتك بوستي كمساري من بقه. ده ليه علاقه بالدراما؟ ايه يا حبيبي، هتشوفوا كمساري اللي قاعد يبوس فيها لحد اخر الخط. مش عارف لغاية امتى السؤال ده هيفضل شاغل بالنا كده. بلاش فن، خلينا في الرياضة. اسمع بقى مدفع الزبالة، كل ما لذ وطاب من مشجعي الفريقين لمجرد اختلافهم على جول ولا على انذار، ده غير الحكم الغلبان اللي الدنيا كلها بتشتم فيه، ولو طالوا زمارة رقبته كمان مش هيرحموه ولا هو ولا الفريق التاني، ومش بعيد ينزلوا يضربوهم كمان. حمادي يا حمادي سيبوا الراجل ده منك، سيبني خليني اخلص عليك. اوت سيبني يا حماتي، اوت سيبني يا حماتي. الهاي يا مراد امسكي، يخرب بيت ابوك. كمان مراد يا سواد يا مراد. بصوا انا خدتها يعني لايت، ما قدرتش اضايقكم باحداث بورسعيد او الدفاع الجوي اللي كان للهمجيه فيهم دور البطوله والدفع ثمن غالي قوي من ارواح شبابنا. المصيبه كمان بقى الكبرى والجديد ان في الفاظ خارجه بتستخدم في الافلام والبرامج التلفزيونيه عادي جدا، يعني هي خلاص دخلت قاموس الكلام العادي والاطفال بياخدوها ويكملوا عليها عادي جدا. يعني مش عارف ده كمان ايه، ده غير الشقاوة الطبيعية اللي بقت مع الأطفال وعدم احترامهم للكبير.
في ايه؟ انتوا اللي في ايه؟ انت عايز ايه؟ الواد العيل الصغير اللي واقف في البلكونه ده هات لنفسه فرخه، قعد يبيد عليا وعلى العربيه لما غرقني وغرق العربيه. بصوا انا شخصيا كنت شقي والشقاوه طول عمرها موجوده، بس طبيعي ان الولد ده زمان كان يتعلق في النجفة او يتحبس في اوضه الفيران بقيت عمره، دلوقتي اخره تسحب منه الموبايل ده لو هو راضي اساسا. حتى بلاش كده، تلاحظوا الكلام اللي كان بيتقال زمان لما تعجب بحد في افلام العريقه والعميقه بتاع زمان، يقول لك ده جميل ده رائع ده شيء مدهش. قريب انا يعني على جيلي كده كان بقى جامد وخطير ويهبل ويجنن، مؤخرا بقى بعد الثوره دخلنا في مرحله خطيره، فصيل وفتيء وخنيق، واخيرا الكلمه اللي انا شخصيا بكرهها جدا وللاسف دخلت القاموس وبقت عادي جدا وبعض الزملاء الافاضل بيستخدموها على الهواء مباشره، لما يقول لك ده واد فشي مش هكملها عشان محدش يمسكها عليا. الجديد بقى في الجيل اياه ده انه فاكر ان الشاب او البنت لازم يكتبوا بوستات فيها الفاظ خارجه وايحاءات جنسيه مع صوره بالشال والحظاظه وتجاوز في حق المجتمع كله والتريقه على اسم بلدهم والسخريه والاستهزاء بكل الثوابت الوطنيه. معرفش يعني هو هي التريقه وقله الادب دول مثلا دليل على الليبراليه والتحضر؟ قول له مصر فيها ايه؟ اسمع عفار. لا مش ده اللي انت قلته. لا ما قصدتش كده، اوكي ماشي فيها عفار شويه يعني ما عارف فيها روح كده، تحس انها روح شريره. لا ما اقصدش، لا انت عارف انا اقصد ايوه الناس تحس انهم همج. اوكي ممكن يكون يعني في شويه همج، بس في ناس تانيين تحس انهم حراميه. والله العظيم ما حد عارف قيمتك يا مصر، والله انا يعني للاسف ما حدش عارف قيمه بلده من دول، مش من باقي المصريين عارفين كويس قوي غلاوتك. ليه الاخلاق فلتت كده؟ ليه ما نختلفش مع بعض باحترام ونتناقش بادب؟ ليه دايما اللي مش معايا يبقى ضدي؟ حتى لو ضدي ليه اشتمه؟ ليه يبقى عدوه ويهدر دمه وكرامته ويطعن في شرفه؟ ايه ده كله؟ ما انكرش ان كتير مننا ممكن يستخدم الفاظ خارجه وعادي يعني متعودنا، بس احنا اتربينا ما نشتمش قدام واحده ست، ما نشتمش قدام طفل، ما نغلطش في راجل كبير. دلوقتي بقى عادي جدا، قله الادب ورانا في كل مكان. الجديد بقى والتجويد قله الادب في العلاقات السياسيه الدوليه. عادي جدا يحصل أزمة تلاقينا بنشتم الدول الشقيقة بأقذر الألفاظ، حولنا العلاقات الدولية لخناقة في حوش بردق مع خالتي فرنسا، بنعمل بيها أزمات شعبية ورسمية مع دول يستحيل نستغنى عنها ولا هي تستغنى عننا. كلنا عارفين إننا مهما اختلفنا ساعة الخطر هنجري نساعد بعض وننسى كل حاجة زي اللي حصل في حرب أكتوبر. وعشان احنا تعودنا في الفقرة دي دايما نقدم الحلول، أدينا هو بنطالب بتدريس مادة الأخلاق كانت موجودة زمان وكتاب صورته موجودة بس يعني هعرضها عليكم، تدرس في جميع مراحل الدراسة، تكون خليط بين التعليم الدينية المشتركة والعادات والتقاليد والأدب الطعام أدب الشراب احترام الطابور اللي مبوظ لنا الدنيا. أخلاق كتير اختفت بفعل فاعل، وإلا محتاجين بقى زرار بلوك في الحياة زي اللي موجود كده في الفيسبوك عشان نعرف نعيش. هنطلع فاصل.